في طريق الرقمنة الشاملة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يأمر في اجتماع مجلس الوزراء برقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ليس عصرنة للمعاملات الإدارية فحسب، بل لأنها قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، وعلى رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد. وضمن نفس المسعى، دعا رئيس الجمهورية وبشكل فوري ومستعجل إلى تأسيس بنك معلومات جزائري من قبل وزارة المالية لتسهيل ممارسة مهام مختلف مصالح الدولة وأداء واجبها تجاه المواطنين على أحسن وجه. تجسيد مشروع رقمنة هذه القطاعات حدد في حاجز زمني لا يتعدى 6 أشهر، مع الاعتماد على الكفاءات الوطنية قبل تعميمها في كامل مصالح ومديريات وزارة المالية. الخطوة هذه ليست الأولى، مثلما هو الحال مع البوابة الحكومية التي كان الهدف من وراء إطلاقها عصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، كما أنها لن تكون الأخيرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي من شأنها تعزيز السيادة الرقمية وتعزيز استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ولتكون الرقمنة أيضا سبيلا لتجاوز البيروقراطية.